أعرف أن أتضع وأعرف أيضاً أن أستفضل في كل شيء وفي جميع الأشياء. قد تدربت أن أشبع وأن أجوع وأن أستفضل وأن أنقص. أستطيع كل شيء في المسيح الذي يقويني. إن أمنا العذراء مريم هي كنز من الفضائل، ومهما تحدثنا عنها وعن شخصيتها وعن حياتها وفضائلها لن نوفيها حقها. فأمنا العذراء مريم هي التي نتشفع بها، وكما نقول في تسبيحنا وصلواتنا إنها فخر جنسنا. وعندما نذكر فضائلها نجدها عديدة جدا، وسنتكلم هنا عن أحد هذه الفضائل القوية والتي نحتاج إليها في هذا الزمان، وهي فضيلة حياة الرضا.